هي عملية التبادل الثانية التي أطلق بموجبها سراح هذه الامرأة. فسجى الدليمي أفرج عنها من سجون النظام السوري في مارس آذار من العام الماضي بمقتضى صفقة تبادل 150 معتقلة ب16 راهبة. اشتهرت هذه الامرأة بأنها طليقة زعيم تنظيم الدولة الإسلامية أبو بكر البغدادي. تقول الدليمي أن إطلاق سراحها الأول جاء بسعي من شقيقها المنتمي إلى النصرة، وأطلقت في التبادل الثاني مع زوجها الحالي بسعي من النصرة كذلك. أنا رهبات معلولة كان أخي بالنصرة، بس الدولة ما بعرف، أنا ما عندي أي تواصل معها. حتى لو أنك اتهمتي أنك زوجة أبو بكر البغدادي، بس هو ما له مزبوط الحكي. هي اليوم ستبقى في لبنان حتى تأمين خروجها إلى بلد آخر كما تقول. جوني طانيوس، الجزيرة، لبنان.